شهرة ونجاحات وأموال بعض نجوم الفن لا يرثها أبناؤهم في بعض الأحيان بقدر ما يرثون أزمات وأحوال صعبة عقب وفاة ذويهم من الفنانين. نور نجل الفنان الكبير الراحل محمد عبد المطلب عانى مما سبق ذكره خلال السنوات الماضية، ووصل به الحال الآن إلى أن أصبح مشردا في شوارع دولة المغرب والتي يقيم بها منذ أكثر من 20 سنة، ولم يستطع العودة لمصر بسبب إجراءات فيروس كورونا التي تمنعه من العودة. ده نور ابن طلب الفنان الراحل الكبير محمد عبد المطلب. هنشوف أسرار غريبة عن حياته دلوقتي. كشف نور في لقاء تلفزيوني عن تعرضه لأزمة كبيرة حاليا، موضحا أن أحد الأصدقاء المغاربة تفضل عليه وأكرمه وأعطاه شقة في بناية سكنية يملكها وتوفي بعدها، لافتا إلى أنه ظل في هذا السكن لمدة 12 سنة ويعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب ويحبهم ويحبونه. لكنه فوجئ يوم الثلاثاء الماضي بأن زوجة صديقه الراحل صاحب السكن أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة، وتابع: جاءت حرم المرحوم وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة التي بتمر بيها البلاد. خرجوني بلا رحمة، آخر حاجة كنت أتخيلها إن يكون في مشكلة بيني وبين عائلة المرحوم الذي أكرمني لسنين طويلة. وناشد نجل الفنان الراحل ملك المغرب محمد الثالث بأن يشمله بعطفه ورعايته وأن يأمر بتوفير مسكن له حتى يقضي باقي حياته في دولة المغرب التي يتمنى أن يموت على أرضها، قائلا: أنا بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن أطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد الثالث أنه يشملني بعطفه ورعايته ويشوف لي سكن في ظل الظروف الصعبة اللي فيها البلاد، وإني ما عنديش سكن. الشعب المغربي أكرمني طوال السنين اللي قعدت فيها، ولن أبارح البلاد هنا إلا إلى قبري. يذكر أن محمد عبد المطلب ولد في 13 أغسطس 1910 في شبراخين بمحافظة البحيرة، وتوفي 21 أغسطس 1980. هو مطرب مصري اشتهر فنيا وشعبيا باسم عبد المطلب أو طلب. غنى في مسرح بديعة سنة 32 وعينه محمد عبد الوهاب في فرقته. هو عملاق الطرب الشعبي وصوت الحارة المصرية وملك المواويل محمد عبد المطلب، أحد كبار أهل المحبة الذي نسج الفرحة بشهر رمضان عبر أجيال مهللا: رمضان جانا وفرحنا بو، وعلمنا قواعد الحب الطاهر قائلا: حبيتك وبحبك وهحبك على طول، وعازف على أوتار الشجن والعتاب مرددا: ما بيسألش عليا أبدا واسأل عليا مرة، والناس المغرمين ما يعملوش كده. وحين بلى به اليأس من الحبيب فارقه مرددا: ودع هواك وانساه وانساني، عمر اللي فات ما هيرجع تاني. ودي صورة نادرة ليه مع الكحلاوي محمد الكحلاوي، وهنا صورة نادرة أيضا مع العملاق محمد عبد الوهاب، وهنا مع صباح الله يرحمه كان فنان عظيم. وقال ابن محمد عبد المطلب في تصريحات لليوم السابع أنه مع بداية تألق والده الفني تعرف في إحدى سفرياته إلى بيروت على عائشة عز الدين أو شوشو عز الدين، شقيقة الراقصة بيبا عز الدين، ونشأت بينهما قصة حب وتزوجها عام 1938، ولم يكن عمرها وقتها تجاوز 16 سنة، وأنجب منها التوأم نور وبهاء عام 1940. وتابع نور محمد عبد المطلب: استمرت الحياة الزوجية بين والدي وشوشو عز الدين بضع سنوات حتى سافر
مع شريكه سعيد مجاهد إلى بغداد عام 1943 في جولة فنية طويلة نظرا لحالة الكساد بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وبقى هناك ما يقرب من 4 سنوات. تعرف خلالها على المطربة نرجس شوقي، وتشارك في تأسيس شركة إنتاج وتزوج لبضعة شهور، وأنتج معا فيلم الصيت ولا الغنى، واشترك في بطولته. وأكد الابن أن هذا الفيلم سقط وخسر محمد عبد المطلب كل ما ربحه، وعاد إلى القاهرة ولم تتجاوز فترة زواجه من نرجس شوقي فترة تصوير الفيلم. هنا في زواجه على نرجس شوقي، صورة نادرة جدا. ده عبد المطلب. وكان زواج عبد المطلب من نرجس شوقي سببا في طلاقه من زوجته وأم أولاده عائشة عز الدين، فكما قال الابن وقع الطلاق خلال وجود والدي في العراق بتوكيل لأخوه فوزي في القاهرة. وتحدث ابن عبد المطلب عن أمه قائلا: كانت وقت طلاقها في بداية العشرينيات وتتمتع بقدر كبير من الجمال، ورغم ذلك رفضت الزواج بعد طلب، وكانت تحتفظ بكل اسطواناته، وشاركت بعد طلاقها بفترة في بعض الأعمال السينمية والفرق الاستعراضية، وذلك بعد وفاة أختها الكبيرة بيبا عز الدين التي كانت تمتلك كازينو أوبرا، حيث توفيت في حادث سيارة. ويحكي نور محمد عبد المطلب عن علاقة والديه بعد الطلاق قائلا: استمرت علاقة الود بين أبي وأمي حتى وفاتها، فوالدي بطبيعته حنون ولم ينسى والدتي، وكان متكفلا بها، وحينما مرضت عالجها وكان يسأل عنها دائما. ويؤكد الابن على وفاء والده مشيرا إلى أنه عندما جاءت طليقته نرجس شوقي إلى القاهرة كان والده يرسله إليها بأموال قائلا: كان أبي وفيا ولا ينسى العشرة. ويشير نور محمد عبد المطلب لأن والده ظل أكثر من 10 سنوات بعد طلاقه من والدته دون زواج، حيث أخذته الأضواء والشهرة والسفريات، حتى تزوج للمرة الثالثة من آخر زوجاته كريمة عبد العزيز شقيقة زوج صديق عمره محمود الشريف، وأنجب منها انتصار عام 55 وسامية عام 1958، وماتت ابنته انتصار في شبابها عام 1979 وقبل زفافها، وكانت وفاتها أحد أسباب وفاة عبد المطلب. حزن عليها، ودي صورة نادرة لي، الله يرحمه. وهنشوف أسرار مع عبد الناصر. وعن علاقة ملك المواويل بأبنائه قال: ابني كان صديقا لأولاده ودودا، لا يرفض لنا طلبا ويهتم بتعليمنا وشؤوننا، وكان نموذجا لابن البلد الحقيقي. أيضا قال ابن عبد المطلب: من أصعب المواقف التي تعرض لها طلب في بداية الخمسينيات عندما عرف من سليمان بي نجيب الذي كان مديرا للأوبرا الملكية أن الديوان الملكي حذف اسمه من حفل كان سيقام في الأوبرا، فغضب والدي وتفوه بألفاظ قاسية في حق مدير الديوان الملكي، فصدرت الأوامر للقلم السياسي باعتقاله. وتابع ابن عبد المطلب قال: الأميرالاي أنسي الهجرسي أبلغ والدي بضرورة الاختباء وعدم الذهاب للكازينو أو إلى منزله لأن المخبرين ينتظرونه، فاختبأ عبد المطلب عند أخته. وأضاف الابن: شاءت الأقدار أن تقوم ثورة يوليو في هذا التوقيت، وجاء إلى منزلنا بالحلمية الأميرالاي أحمد أنور قائد الشرطة العسكرية، واليوز باشا علوي حافظ من الضباط الأحرار، وسألوا على عبد المطلب وأبلغونا بإلغاء أمر الاعتقال، فخرجت معهم بالبيجامة إلى منزل عمتي وقابله عبد المطلب وأبلغه. يشير الابن إلى أحد المواقف التي جمعت والده بالرئيس عبد الناصر قائلا: في أحد حفلات عيد الثورة وبعد أن أنهى عبد الحليم وصلته الغنائية، تأهب الرئيس عبد الناصر للخروج، فذهب إليه والده والدي وأمسكه من كتفه وقال له: رايح فين يا ريس؟
فرد عبد الناصر ضاحكا: رايح البيت. وهنا قال له أبي: أنا النهاردة لابس بدلة جديدة وعامل موال جديد، مش هتسمعني؟ فضحك عبد الناصر وعاد إلى كرسيه ليسمع طلب الذي غنى موال: أجمل جمال بلدي هو جمال. ويؤكد الابن أن والده حزن حزنا شديدا لوفاة عبد الناصر، حتى أنه توقف لشهور عن الغناء وسافر إلى مسقط رأسه في شبرخيط، وأوصاه بألا يرشد أحد عن مكانه. ودي صورة مع عبد الحليم الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.